نفتح مواضيعنا اليوم. الكابتن احمد الفريدي وقع للهلال، الموضوع هذا يعني ملأ المواقع الانترنت والبرامج والصحف حديثا. احنا اكدنا امس انه وقع يوم الثلاثاء، واكدنا على قيمه والله الصفقه. والله ما شاء الله عليك تركي، انا عشان معلش اقاطعك بس انه امس لما سمعته اعلنتوا عنه بس ما في شيء اثباتات، واليوم ما شاء الله لما جبتوا العقود تاكد لي انكم كنتوا سباقين دائما. الحمد لله. احنا ما نتكلم هنا في البرنامج حكي، يعني دائما لما نقول شيء نحرص تماما انه المشاهد يكون معنا في الصوره وبالوثائق، وكثير مواقف نتكلم في اشياء ونقدم ادلتها. يعني ما نعرف مثلا نقول والله نادي فاوض ونحط 20 اسم مدرب، واذا طلع واحد منهم نقول كما انفردنا في برنامج كره واحنا حاطين 20 اسم مدرب. يعني واحد يكون دقيق عشان ما يعني يثير الحديث، ما يثير حديث خلينا نقول الراي العام ويكون ضجيج بدون فائده. المعلومات اللي قلناها امس اكدنا عليها، اكثر من 30 مليون ريال لمده 4 سنوات. التوقيع كان في الحرم المكي يوم الثلاثاء الماضي. احمد الفريدي قلنا امس انه وقع رسمي، اليوم طلعنا الصور انه فعلا وقع رسمي للاتحاد. الف مبروك لاحمد الفريدي، الف مبروك للاتحاد، وهذه كره القدم، لا هو اول لاعب ولا اخر لاعب. كل الناس تتمنى له التوفيق مع نادي الاتحاد، ونتمنى ان الاتحاد يستفيد من كل امكانيات اللاعب، والهلال قادر انه يعني يكون عنده لاعبين ويحضر لاعبين ويصعد لاعبين مثل اي نادي من الانديه السعوديه. فهد، ايش تبغى تقول عن انتقال احمد الفريدي للاتحاد؟ والله شوف، انا الانتقالات اللي حدثت اليومين اللي راحت اعتقد لي وجهه نظر فيها. اولا خليني اشيد باداره نادي الهلال، وليس رئاء ولا لي علاقه، وانا معروف بصراحتي. الحقيقه اداره الهلال على راسه الامير عبد الرحمن بن مساعد دائما ما تكون عنده رؤيه فنيه مع اداريه. اعتقد اني انا اوافقه في كثير من انتقالاته لما يعني ترك الفريدي وترك هوساوي وترك، قد اتفق معاه انه ما هم هذولا الاساسيين اللي انا اعتقد انه مع الايام ستثبت ان عقليه وسقف العقود لدى اللاعبين في الهلال مع الايام سيثبت ان اداره الهلال تمشي في الطريق الصحيح. ليش؟ الهوساوي قد يكون لي وجهه نظر انا في الاول. معلش ليش؟ خليني اقول لك اياها. انا كمشجع هلالي يروح مني الفريدي. انا اعتقد ان الهلال لديه نجوم سيعوضون هذول واكثر. انت تشوف التعامل، انت تشوف تعامل اداره الهلال، تعامل اداره الهلال مع العرض للفريدي كان منطقي جدا. انا اتكلم معاك بوجهه نظر فنيه، ولن اغيرها عشانهم انتقلوا من الهلال. لا احد يجيني يقول لي انا عشانهم في الهلال كنت تقول كذا. انا كنت اقول الهوساوي، وهذا الكلام قد تكون لي ما اخذ على اداره الهلال وانا باتي فيها. لكن انا اتفق معاهم في اعطاء الحريه للاعب، لانهم ليس هذول اللاعبين اللي بيوقف عليهم الهلال، عندهم اخطائهم الفنيه كثيره. لو رجعت للفريدي قلت لك انه من 5 مدربين سابقين لدى الهلال ما كان يلعبون الفريدي. هوساوي انا اقول انه اتى الهلال ككيان بقوه فريقه وقوه اعلامه اعطاه الثقه وطور مستواه 4 سنوات. قد تكون غلط اداره الهلال في النقطة الآتية، أنه ذهب إلى أندرلخت في شهرين، أندرلخت خذ 7 مليون ريال. وللأسف الهوساوي في الهلال طور مستواه وأعطاه الثقة. أنا أقول 50% إمكانيات الهوساوي ثقة أكثر من أنها قدرات فنية. وهذا ما وضح واتضح في أوروبا لما اللاعب عنده نقص فني في أشياء كثيرة. والدليل على كلامي أنه لما أقول اللاعب أخذ الثقة، كيف إعلام الهلال كان يتكلم على هوساوي والآن يقولون لك صفقة فاشلة وصفقة، لكن أنا أخذها برؤية الفنية. ليس أنا أعزهم وأقدرهم وأتمنى لهم التوفيق في أنديتهم القادمة، بما اللي ينطبق على الفريدي. أنا بوجهة نظري كان هذا انتقادي طوال السنتين الماضية لما كانوا في الهلال، كان الهوساوي يبرز ويتألق وأخذ الثقة ما في شك مع الهلال لقوة فريق الهلال وما يملك الهلال من علم. خليني أحاول أبين لك إذا كنت أنا فهمتك صح ولا لا. أنت تقصد أنه الفريدي، فيما يخص الفريدي، انه 5 مدربين في الهلال ما كانوا يلعبون اساسي، وبالتالي انت تشوف تعامل اداره الهلال منطقي مع اللاعب. بالتالي ان الفريدي انا اعتقد ان مقاومات امكانيات لاعب الوسط لا يملكها، تلعبه كانه مهاجم لم ياتي بهدف، فانه يعني بغض النظر عن نرفزته عن 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 الـ 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 يعني قد ياتي اوقات ويكون مزاجي في اللعب، يعني في نواقص كثيره الفريدي.
يعني انت لو مشجع هلالي ما تزعل لو راح الفريدي؟ والله ما ازعل لما اشوف العابد ولما اشوف عبد العزيز الدوسري ولما اشوف هالنجوم ياسر رجوع مستواه، لن يقف الهلال على هذا النجوم. فيما يخص اسامه هوساوي، انت تجد انه نجوميه اسامه هوساوي كانت 50% امكانيات و50% دعم واعلام. انا متاكد في هذا الشيء، انا نظرتي الفنيه اقول هذا الشيء، ولا يمنع ان الاهلي يحتاج لاعب دفاع قد يكون في ظل هبوط مستوى كثير من اللعيبه، ولا يوجد عندك لعيبه عندهم امكانيات خاصه في قلب الهجوم، قد خلى الهوساوي يبرز. كلامك فهد شوف بقدر بكلامك شوف اسمح لي فهد لا برجع كلامك بقدر ما هو مطمئن للمشجع الهلالي، مزعج جدا النظر. اسمح لي مزعج جدا للاهلاوي والاتحاد. ارجع لمباريات الهلال الحاسمه، من اخفق فيها هوساوي يطلع الهلال في مباراه كاس في كاس اسيا مرتين، امام الايران، امام اعتقد الشارقه او امام فريق من الامارات، كان له غلطات كبيره. لكن للاسف وهذا اللي انا اقولها، لا يركز الاعلام والدكتور النفساني، الاعلام الرياضي اللي يكون دكتور نفساني لكثير من اللعيبه، لا يركز عليه في الاخفاق، لكن تلقى المديح عندما يكون منتصر الفريق ويغطي عيوب كثيره. خلينا نشوف الايام الثانيه حتثبت. ابو عبد العزيز اول شيء تعليقك على الصفقتين. اول شيء تركي خلينا نهني انفسنا بسلامة والدنا خادم الحرمين الشريفين بعد العملية الجراحية اللي اليوم صارت. صحيح. الله يمده بالصحة والعافية إن شاء الله. أما مسألة الفريدي وهوساوي، أعتقد أنه سياسة إدارة نادي الهلال أو سياسة الأمير عبد الرحمن بن ساعد أنه السقف الأعلى 5 مليون ريال، لأنه لو فرضنا أعطينا أسامة هوساوي 30 مليون والفريدي 30 مليون، هذا أعتقد أنه عقد موبايلي يعني صار، يعني لاعبين محليين اعطيهم المبلغ هذا، اعتقد ان الامير عبد الرحمن يمكن بس مشجع ذكي يعني العجز. بس المشجع الهلالي ما معليش ابو عبد المشجع الهلالي انا بصير مشجع هلالي. أيه؟ انا مشجع هلالي. أيه؟ ابصير مكان الامير عبد الرحمن بن مساعد، اعتقد ديون الدنيا بتصير على النادي، في جهاز فني يبغى فلوس، فيه لاعبين محليين يبغون فلوس، لما لاعبين محليين اعطيهم 60 مليون ريال اعتقد لو انت محل تركي ما راح توافق على الشيء. لا اللاعبين الاخرين، ولكن الجماهير طبعا الجماهير انه لاعب يمكن هوساوي طبعا له 4 سنوات يمكن هو عصر الاحتراف، لكن فريدي طبعا من يوم صغير هو بالنادي جايبينه من الانصار يعني مبلغ وقدره، لكن انا اشوفه احتراف، هذا هو الاحتراف. انا اقول احمد فريدي يستاهل، الاتحاد يستاهل، الهلال ما اعتقد انه يقف على لاعب، لو بيقف على لاعب الهلال كان من يوم راح يثبت نيان وسامي الجابر وصاحي نعيمه وعباد الهذلول والاسامي الكبيره هذه اللي محمد الدعيه. لا محمد الدعيه منتقل يعني. انت من الاسماء الكبيره طبعا. والله انا وافقك يا تركي ومحمد الدعيه. محمد الدعيه انت ما تقول احنا بنقول. لا ومشاهدي لا على فكره. شوف على فكره يعني انت تقول اعلام وجماهير، حتى انا استفدت يعني رغم اني انا لاعب كاس العالم 94، لكن يوم جيت الهلال استفدت، لقيت دعم اعلامي، لقيت دعم جماهيري، لقيت نادي يعني امكانيات كلها متوفره، لقيت اعضاء شرف رجال، اشياء كثيره لقيتها لنادي الهلال. واي لاعب يتمنى انه يلعب نادي الهلال لانه فعلا يضيف لنادي الهلال، ما هو يضيف لنادي الهلال، لان نادي الهلال اعتقد انه كيان كبير، واعتقد سياسه الامير مدى استفاده الاهلي والاتحاد من صفقه الفريدي وهوساوي كبيره طبعا. احنا شفنا الاهلي السنه هذه انه لا البطوله الاسيويه ولا في الدوري انه يعاني من السنه، واعتقد انه الاعلام الرياضي والجماهير ركزت على الشيء هذا، يمكن اداره الامير فهد بن خالد يمكن ركزت انه تجيب اسامه، وتعرف لما يصير لما يصير عضو شرف هو يعني افضل يعني يمكن ثاني افضل مدافع يعني من المملكة. مدافع طبعا اسامه مولد عندي انا يعني هذا رقم واحد، هذا اللي الصفقه اللي ممكن انا اقدر اجيبه ب 50 مليون لو انا رئيس أوف نادي. اوف 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 يعني انا اقول يعني الصراحه انت لحظه انت تسعر عقد محمد الدعيع يسعر عقد اسامه المولد 50 مليون قدره 50 مليون ومقبوله جدا بالنسبه لك؟ مقبولة، لأنه هو اللاعب الوحيد اللي جميع المواصفات السنتر، جميع مواصفات السنتر أو قلب الدفاع أن تلقاه باللاعب هذا. تتفق فهد؟ أسامة المولد هو الرقم واحد في السعودية؟ والله أتفق معه، ودليل عليه ما شاء الله تبارك الله كان خط دفاع يعني بالحالة أمام الأرجنتين، قوة بدنية، جسم ما شاء الله تبارك الله، قوة قدم ما شاء الله، يلعب هيدنج، يجيب أهداف، مهاجم في وقت ما تحتاجه، فاولات. هذا إذا كان أسامة ما يعاب عليه بعض الأوقات أنه يلعب وهو عدم ما يكون جاهز، لما ما يكون جاهز يعوض عدم جاهزيته بالإمبراشات اللي يتمنى أنه ما يكون أنه يقلل منها. لكن في نقطة إضافية بقولها على بسرعة عشان بروح معلش موضوع أحمد الفريدي، أنا بوجهة نظري أشوفها، أنا لو كان حتى لو أنا لو أن الفريدي جاي للنصر
ولو أنا وضع اتحادي كجمهور اتحاد أنا أقول من أقدم على عقد أحمد الفريدي أنا أعتبره خائن للاتحاد. من أقدم لسبب لسبب لا عضو الشرف هذا خلني أقول لك سالم محفوظ اللي جاب الصفقة أنا أقول إنه خائن للاتحاد لأنك سالم محفوظ فينك يمكن الاتحاد يلعب أمام الأهلي في كأس آسيا ليش ما دفعت على سوزا يا أخي؟ مش سوزا كان محتاج فلوس ومحتاج كذا؟ أنا أقدر أجيبها بهالمنطق. أنا عندي كأس آسيا ولا عندي بهرجة وإعلام وإني جبت لاعب. طيب هل أنت بتدفع كل العقد ولا بتدفع سنة والباقي يتحملها النادي؟ أنا بوجهة نظري لا أرضاها هذه الأشياء في الأندية. إذا كنت محب وعاشق يا أخي جيبها مباراة الأهلي والاتحاد كأس آسيا عندك. إنه سوزا كان أولى بهالمبالغ بتسهيل هذه المهام. أما موضوع تعال وأوقع معك أنا يعني أنا إحنا في رياضتنا في شيء غلط عشان كذا نرفع في أسعار اللعيبة ويستفيدون اللاعبين. أنا بوجهة نظري أقولها مع احترامي شديد لسالم محفوظ ولأي عضو شرف آخر لكن في أولويات هذه ما تعلمناها في كرة القدم. إحنا زي ما كنا نقول أعضاء الشرف اللي يجيبون طائرات خاصة ويطلعوا اللعيبة ولا يهتمون بالأشياء الثانية. إيش رأيك تسحب كلمة خائن ونقول غير محب يعني أخف ألطف شوي. لا أنا أقول لك أنا مصر يعني. لا أنا مصر على إنه خائن لما تكون عندي مباراة دور أربعة ومهمة في كأس آسيا ويجيني عضو شرف يدفع لي بعد فترة 30 مليون ولا 40 مليون وأنا مباراة سوزا يعني لاعب مثل سوزا مهم تجيني ما تحل لي مشكلته قبل مباراة مهمة زي هذه وين الحب وين العشق هذا ما أتوقع طيب هو كلامه صحيح فعلا لأن هي منعطف صراحة تتفق مع الكلام إنه سوزا كان أولى سوزا ليش لأنه أنت عندك مباراة نهاية أهلك الكأس العالم لأنك أنت فايز من المباراة الأولى وصارت المشكلة بعد المباراة الأولى اللي فاز بها الاتحاد اللي هي مباراة الذهاب لكن لما تجي أنت كمحب نادي الاتحاد اعتقد انه لو يقال لك الفريدي او تدخل كاس العالم اعتقد انك تقول ادخل كاس العالم ولا ابغى فريدي ولكن طبعا التحديات بين الانديه واصطياد لاعبين الهلال بالذات عند عقودهم والاتحاد اعتقد انه من خميس العوران الدوخي الكذا لاعب هلال يمكن اتجه للاتحاد صدقني يعني متضرر دائما الرياضه السعوديه ولكن وارتفاع في سقوف اللعيبه والبهرجه واعلامه طيب. كلها ياخذها شهر وانتهى طيب. الموضوع وتضرر الرياضه خلونا نروح الموضوع